السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. النهارده هنعمل وصفتين بالجلاش، والوصفتين جداد يعني ان شاء الله يعجبوكم. اول وصفه هي جلاش بالشاورما. عشان نعمل الوصفه دي عايزين نص كيلو صدور فراخ وبصله تقطعها شرايح، 2 فص ثوم، ملح وفلفل، معلقه صغيره بهارات، رشه قرفه، معلقه صغيره سماق، 4 معالق كبيره خل، ومكعب مرق. بعدين هنعوز بقى للحشوه للجلاش نفسه كوبايه لبن وبيضه، ومعاهم مكعب المرق معاهم، وعايزين معلقتين كبار سمنه ولفه جلاش. طبعا هنعوز كمان معلقه سمنه علشان خاطر نعمل فيها الاكله بتاعتنا. هناخد معلقه سمنه نحطها هنا، طبعا مسخنين الحله من قبليها. الفراخ طبعا عندنا مقطعينها شرايح، ناخد الفراخ بقى ننزلها. طبعا الشاورما دي اللي هنعملها ممكن تعملوها بنفس الطريقه وتعملوها سندوتشات على طول، بس احنا يعني ان هي بتبقى لذيذة لما نقدمها بطريقة جديدة، فالجلاش يعني جديد ان احنا نحط فيه الشاورما. نبتدي بقى نحط لها التوابل. متاخدش وقت على النار طبعا، الفراخ بتستوي اسرع من اللحمة. ممكن نكسب وقت ونسيح شوية سمنة صغيرين علشان ندهن الطبقات بتاعة الجلاش. هنحط يعني يا دوب معلقتين، وممكن ما نحتاجهمش كلهم. الفراخ عندنا كده اهي اتحمرت، هنحط بقى دلوقتي البصل والثوم. خلاص كده تقريبا ما فاضلش حاجه، لان احنا هنخلص على طول، لان مش عايزين البصل يدبل قوي يعني. ونحط التوابل اللي عندنا، ادي الفلفل وملح، وعندنا البهارات ورشة قرفة والسماق. خلي شوية كده للوش، وعندنا كمان الخل. كده نبقى احنا خلصنا الشاورما بتاعتنا. خلاص هنستنى بقى بس دقيقتين كده عليها تبرد. هنطلع فاصل، بس انا هعمل ايه في الفاصل؟ هعمل اول هاخد نص الجلاش واعمل اول نص الطبقات، ونرجع علشان نطبق مع بعض بقيه صينيه الجلاش بتاعتنا. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بس هناخد اللبن اللي عندنا، هاخد بس منه شويه صغيرين احطهم هنا عشان ادوب فيه مكعب المرق.
هنحطه بس على النار هنا بس كده لغاية ما يدوب المكعب. احنا هنا عملنا ايه بقى؟ حطينا النص الرقاق زي ما اتفقنا قبل ما نطلع فاصل، وحطيت عليهم الشاورما، وطبعا دهنا بين الرقاق بالسمنة، ودلوقتي هنكمل معاكم. نحط كده زي ما احنا متعودين نعمل. طيب بس انا عايزاه يسخن شوية، مش عايزاه يسخن كتير بس عشان يدوب لي مكعب المرق. خلاص احنا ممكن نحط كمان بس ورقتين، مش لازم ناخد كل الطبقات. دول طلعوا ورقتين مش ورقة، يلا معلش. طيب هنعمل بقى كده، دي بقى خليها اخر حاجة. احنا عندنا هنا قد ايه؟ خلاص عشان هنعمل بالباقي عايزة اوريكو وصفة تانية حلوة برضو هتنبسطوا عليها ان شاء الله. خلاص هحط واحدة كمان بس وخلاص، بس واحدة، اخر واحدة. نغطي دول بقى ونعمل دي بالسمنة. دي اخر وش بقى، فعايزين ايه ندهنه بزمة شوية. تمام كده، نجيب بقى سكينة. ونقطعه حسب الحجم اللي احنا عايزينه. خلاص دلوقتي هناخد اللبن بقى اللي سخناه ودوبنا فيه مكعب المرق، وهنحط معاه اللبن البارد لان احنا ما نقدرش نحط البيضة طبعا على لبن سخن جدا، فهنحط دلوقتي اللبن البارد علشان يبرد لي شوية اللبن السخن. بس ندوب الاول دي عشان نتأكد ان المكعب داب كويس. طبعا بقى ولا ملح ولا فلفل على اللبن. خلاص ناخد بقية اللبن اللي هيبرد لنا دول ونحط البيضة، نقطع بره عشان نتأكد انها سليمة. تمام
ناخدها بقى الخلطه اللي عملناها دي، اللبن والبيضه ومكعب المرق، ونحطهم فوق الصينيه بتاعتنا، نوزعها كده. وعلى الفرن علشان تستوي. على ما تستوي بقى طبعا هنحطها في الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا، لغاية ما يحمر وشها كده بنعرف، بس لازم نتأكد ان الخليط كله توزع. نحطها على درجة حرارة 200 ونبتدي نعمل وصفتنا التانية. وصفتنا التانية النهاردة هي وصفة هي أصلا معروفة حلويات، بس هي أصلا شكلها حلو، فإنه ليه نعملها حلويات بس؟ فقلت إحنا ممكن نغير ونعملها تبقى مالحة، اللي هي أساور الست، عملناها في رمضان لو تفتكروا، فعملت لها كده خلطة لطيفة بتمنى إنها تعجبكم. الوصفة علشان نعملها عايزين عجينة جلاش، وعايزين جبنة، جبنة اللي انتوا عايزينها، ممكن تستعملوا جبنة بيضة، ممكن تستعملوا جبنة رومي، بيعني انا قلت ممكن نستعمل جبنة بيضة، وبعدين قررت نستعمل جبنة رومي برضو هتبقى حلوة. وهنستعمل بقدونس، وربع كيلو لحمة مفرومة، معلقة كبيرة سمنة، ملح وفلفل، بصلة، رشة بهارات ورشة جوزة الطيب، ولو حابين تحطوا على كل واحدة كده صنوبرتين ثلاثة حطوا، مش عايزين بنقدر نستغنى عنه. دلوقتي عايزين نحط معلقة سمنة على النار، هنعصج اللحمة بس معلقة سمنة لأني مش هعمل خالص لحمة مفرومة كتير. نحط البصل، الكمية دي أصلا يمكن كتير مش هعملها كلها. ونحط اللحمة المفرومة، برضو نص الكمية. هنبتدي بقى نتبلها بالتوابل اللي عندنا. طيب هنحط ملح وفلفل والبهارات ورشة جوزة الطيب، بهارات ورشة جوزة الطيب، وهنحط شوية بقدونس، جوزة الطيب يدوب يعني طرف المعلقة كده. اللحمة تقريبا طبعا لأن كميتها قليلة والنار عالية جدا فهي تقريبا استوت، بس هطفي عليها دلوقتي وهحط لها معلقة البقدونس. وهنطلع فاصل وهنرجع بعد الفاصل عشان أوريكم هنعمل ازاي أسور الست المالحة على طريقتي. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هناخد شويه سمنه نسيحهم، والجبنه قلنا بتقدروا، اكتر حاجه انا بفضلها في الوصفه يا الجبنه البيضاء يا اما الجبنه الرومي. هناخد دلوقتي حته من الجلاش اللي عندنا، وهنعملها زي ما بنعمل اساور الست بالظبط. هناخد جبنة نحطها على الطرف
خليني البس جلافز. نبص على الفرن، يعني شايفين قربت تستوي، فاضل بس شويه صغيرين وتبقى تمام. طيب هنحط الجلاشة بتاعتنا هنا، وبعدين هنجيب الفرشة ندهن بس شوية، حاجة بسيطة مش كتير، هو المهم أكتر إن احنا ندهن الوش بس، يعني كده شوية برضو بيدوا طعم حلو. ناخد بقى الجبنة، نحط شوية جبنة هنا كده، ونجيب السيخ بتاعنا ونحطه كده اهو، ونلفها بس، نسيب كده حتة في الآخر هنا. طبعا لازم يكون الجلاش طري، لأنه لو مش طري هتبقى مشكلة. هنعمله بالشكل ده كده اهو، كده اهو، وبعدين نشيل السيخ وندور نلفها كده علشان دي تبقى القاعدة بتاعتنا، فهنلفها كده ونحطها بالشكل ده كده اهو. يبقى احنا عملنا زي العش كده. هناخدها بقى ندهنها طبعا بالسمنه كويس، ونحطها في الفرن علشان خاطر تتحمر زي ما هي لوحدها كده من غير حاجه خالص. وبعدين لما بتطلع ده بيكون شكلها. هناخد دلوقتي اللحمه المفرومه اللي عندنا، وهنحط لها شويه بقدونس، لان بحط بقدونس دايما لما اطفي النار على اللحمه. وبعدين هناخد اللحمة المفرومة بتاعتنا دي وهنحطها في وسط الأساور الست اللي احنا عملناها برضو. نبص خلاص كده بيتهيألي تمام الجلاش بتاعنا، هنطفي عليه جلاش الشاورما. ودلوقتي هاخد أنا اللحمة اللي عندنا وهحطها في وسط الأساور الست اللي احنا عملناها، وده هيبقى شكلها. هنطلع بقى الفاصل، اكون انا عملت كل اللحمه هنا، ونستعد عشان نعمل وصفتنا الاخيره للنهارده، واللي هي تشيز كيك الموزاييك. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي احنا طلعنا الجلاش بتاع الشاورما من الفرن، هنحط بس كده على الوش شوية سماق. وهنحط شوية بقدونس. وبعدين نبتدي نعمل بقى وصفتنا التانية اللي هي تشيز كيك الموزاييك. تشيز كيك الموزاييك علشان نعملها عايزين الاتي. عايزين ايه؟ عايزين طبعا نعمل قاعدة البسكوت اللي بنعملها دايما، اللي هي كوبايتين بسكوت مطحون معاهم 100 جرام زبدة، وعايزين 200 جرام جبنة اللي هي بنستعملها في التشيز كيك، عايزين 3 معالق كبيرة جيلاتين، وعايزين نص علبة حليب مكثف محلى، كوبايتين كريمة، وعايزين 3 أنواع من الجيلي تكون بس ألوانهم مختلفة. طبعا احنا عاملين هنا قاعدة البسكوت بتاعتنا، خليها هنا، وعملنا كمان الجيلي. الجيلي عملته ازاي؟ انا كل باكو جيلي بس حطينا عليه كوباية مية بس،
فلو عايزين تزودوا عيار الجيلي شويه زودوه، بس انا المهم عندي يكون الجيلي جامد، مش عايزاه جيلي طبيعي اللي هو طري ده، لا عايزينه جيلي جامد زياده عن اللزوم. دلوقتي هناخد الجبنه اللي عندنا وهنحطها هنا، نخفقها بس كده دقيقة، ونجيب اللبن المكثف المحلى اللي عندنا نحطه. طبعا الجيلي اصلا مسكر فمش هناخد كتير سكر غير بس من النص كوبايه دي. عايزين نحط بقى دلوقتي الكريمه، كوبايتين من الكريمه. عندنا هنا الجيلاتين انا حطيته في ميه على فتره، وبعدين بعد شويه دخلته الميكروويف علشان خاطر يدوب كله. لو مفيش ميكروويف ممكن بس نحط عليه ميه مغليه شويه علشان يفك وايه يمسك لي التشيز كيك بتاعتي. نستنى بس شويه لغايه ما تبتدي تسمك شويه معانا، هننزل الجيلاتين. نرجع تاني دلوقتي للجيلي، الجيلي احنا بس عايزين نقطعه. احنا عندنا هنا لونين بس انتوا طبعا ممكن تعملوا باكتر من كده، انا عايزاه جامد عشان لما اجي اعمله كده يتقطع معايا. وتشيز كيك كفايه، شايفين ازاي لما بقطعه بيتقطع بيطلع مربعات، يعني شايفين انا ده اللي انا عايزاه. وهنا كفايه التشيز كيك، خلاص كفايه كده. ونقطع ده كمان، طبعا لو عملناه بميه اكتر مش هنعرف نقطعه كده خالص. خلاص تمام كده. هنجيب بقى دلوقتي عايزين بوله، هنحط فيها الجيلي بتاعنا، بس مجرد ما نعمل كده هو شايفين ازاي بينزل اهو. يعني انا بس عايزه اوريكم ازاي هنعمله وقد ايه فكرته لطيفه وشكله بيبقى حلو جدا. طيب الاصفر نزل اسهل، خلاص كده احنا عندنا العيار بتاع الجيلي تقريبا ممكن بيستحمل ان احنا، بس شايفين ازاي عامل زي يعني مكعبات، كأنها مكعبات أي حاجة ماسكة نفسها. هناخد بقى الخليط بتاع التشيز كيك، وهنحطه عليها. طبعا كل ده هيتحط في التلاجة هيجمد جدا. عشان الجيلاتين
هنجيب الصينية بتاعتنا. نقلبهم بقى عشان خاطر كل الجيلي اللي عندنا يختلط مع الخليط بتاع الجبنة، وناخدها نحطها هنا. وعلى التلاجة طبعا لغاية ما تجمد. طبعا احنا عندنا واحدة تانية في التلاجة، ناخد دي بس نشيلها. نجيب الطبق اللي هنقدم فيه، هي ممكن ده يكون قدها. بس عايزين دلوقتي نفكها من الجناب. دايما احسن لو نفكناها بميه سخنه، فبس ناخد سكينه واحنا هنا مسخنين الميه دي كفايه. هنحط بس السكينه في الميه السخنه شويه، وبعدين نشفها. ده بيبقى شكلها، وزي ما انتم شايفين بقى طبعا الحتت بتاعه الجيلي كلها بتبقى جوه. ممكن نقطع حته بقى شكلها من جوه اهي، يعني تغيير عن التشيز كيكات اللي عملناها. ما بيخلصش وصفات التشيز كيك، ما بتخلصش مهما نقعد نعمل ما بتخلصش. بتمنى تكون وصفتنا للنهارده عجبتكم. عملنا معاكم التشيز كيك الموزاييك، وعملنا هنا، وعملنا معاكم كمان اساور الست المالحه. عملناها بطريقه لذيذه، لفينا العجينه على جبنه ودخلناها الفرن، وبعد ما طلعت من الفرن حطينا لها لحمه معصجه، وعملنا تشيز كيك الموزاييك شكلها لذيذ قوي كده زي ما انتم شايفين. وعملناها بطريقه برضو سهله ولذيذه وشكلها حلو، واكيد هتعجب ضيوفكم. وعملنا جلاش الشاورما اللذيذ برضو جديد، بتمنى انه يكون عجبكم. بتمنى ان كل الوصفات تكون عجبتكم النهارده، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده وافكار جديده ان شاء الله. باي باي.